يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول أنا لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين، يقول لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين. من العين؟ نعم، هذا من الشيطان. عليك أن تتحدث بنعمة الله من باب الشكر، ولا تضرك العين بإذن الله، لأنك تعمل بقول الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. والناس يشوفون مالك لو ما تحدث، يشوفون مالك، اللي عندهم عين يشوفونك ولو ما تحدث يشوفون. نعم، ولكن تتحرز منهم بذكر الله عز وجل وبالورد. نعم.